بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حري بنا مع هذه الحلقات أن نقف وقفة في التأدب مع الله، أخلاقنا مع الله سبحانه وتعالى. أول الواجب الأخلاقي هو التأدب مع الله، وذلك بنصوح العبادة له وترك عبادة ما سواه والإيمان به وبكل ما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن أسمائه وصفاته، وأن يرتسم ذلك في قارورة الفؤاد والجمال وجمال الاعتقاد، وما ينتج منه من إخلاص ووفاء وحياء ومحبة تصل إلى درجة الشغاف من القلب فلا يتنازعها غيره جل جلاله. وإن أعظم الأدب وأهمه وأوجبه مع الله سبحانه وتعالى هو إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، بحيث لا يشرك مع الله أحدا ولا بشرك ظاهر كعبادة الأوثان ولا بشرك خفي كالرياء، وتكون العبادة خالصة لله بالإحسان في أدائها. سئل جبريل عليه السلام، أو سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام: ما الإحسان؟ فأجاب: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعبادتك لله سبحانه وتعالى كأنك تراه هو الإخلاص، والمراد بالإحسان كيفية إقامتها وإتقانها في جماعة والإكثار منها بالنوافل وقيام الليل مع الفرض. وكذلك يتوجه المسلم بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وتضرع واستغاثة لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا يلجأ المسلم الخلوق مع الله إلا إلى الله، ولا يستعين بغيره ولا يرجو سواه. ومن أعمق الأخلاق أو التخلق مع الله سبحانه وتعالى الحياء، فهو من مظاهر التأدب مع الله سبحانه وتعالى وأعمقها. فالحياء يدفع بالمسلم أن يكون نشيطا في تنفيذه أوامر الله والاجتهاد في عمل الخير والطاعة وعمل البر، ويثقل أقدامه عن المحرمات وارتكاب المخالفات. ومن كان على درجة عالية من الحياء كان أكثر الناس همة ونشاطا وأقربهم إلى الله مودة ورحمة وأكثرهم تخلقا، إذ صاحب الحياء يحافظ على أركان الإسلام بكل إتقان، ويساعد المحتاجين ويؤدي الحقوق والواجبات وينصر المظلوم ويزور الأرحام ويكثر من الأذكار ويقرئ الضيف ويحترم الكبير ويرحم الصغير، وهو مجتهد في دراسته مطيع لوالديه وأساتذته، ويساهم في أعمال البر في مجتمعه. كل ذلك يفعله تأدبا مع الله سبحانه وتعالى وحياء منه. وصاحب الحياء يغض بصره عن المحرمات ويصون لسانه عن البذاءات ويحفظ فرجه عن الفواحش ويستر عورته عن أعين الناس ويسلم بطنه ويسلم بطنه عن الحرام والسرقات، وكل ذلك يفعله حياء من الله سبحانه وتعالى وتأدبا لمقامه العظيم فيما وقر في النفس. والحمد لله رب العالمين. تعاوننا على التقوى يقوينا، يعز القوم في بر فما هاجر.